وإلى ألمانيا، حيث تعود الحياة إلى جسم اقتصاد صناعة السيارات بعد أعوام الجائحة. أوتو ميكانيكا فرانكفورت يستقبل المشاركين من أنحاء العالم في تظاهرة مميزة تستعيد فيها ألمانيا مجد الصناعة. المزيد في التقرير التالي. يعد معرض أوتو ميكانيكا فرانكفورت المعرض التجاري الدولي الرائد في عالم خدمات السيارات وسوق خدمات ما بعد البيع، وهو فعالية عادت للانطلاق بعد توقف لسنوات خلال جائحة كوفيد-19، معلنة عودة الحياة الطبيعية إلى جسد صناعة السيارات والمركبات وأسواق قطع الغيار. من المهم بشكل عام حضور هذا المعرض، إذ أن الشركات الكبرى تجتمع وتتواصل وتقدم منتجاتها، وكذلك الأمر بالنسبة للشركات الصغرى التي ينبغي أن تكون حاضرة. بالنسبة لشركتنا، من المهم أن نكون شفافين وحاضرين مع زبائننا، وطبعا جذب زبائن جدد، خاصة وإننا شركة ناشئة في هذا الميدان. يقدم المعرض للحضور فرصة فريدة للوصول إلى الأسواق العالمية التي يصعب الوصول إليها، ويقدم العديد من الحلول المبتكرة والمستقبلية وعلى أعلى مستوى، كما يعتبر من أهم المناسبات للمناقشات الاستراتيجية بين المنتجين والعملاء والزبائن حول كيفية تعزيز النظام البيئي في قطاع خدمات النقل. من المهم بشكل عام حضور هذا المعرض، إذ أن الشركات الكبرى تجتمع وتتواصل وتقدم منتجاتها، وكذلك الأمر بالنسبة للشركات الصغرى التي ينبغي أن تكون حاضرة. من المهم أن نكون شفافين وحاضرين مع زبائننا، وطبعا جذب زبائن جدد، خاصة لنا نحن كشركة ناشئة في هذا الميدان. جذب أوتو ميكانيكا فرانكفورت حوالي 5000 عارض وما يزيد عن 135 زائر تجاري من 184 دولة، وطرح العديد من الملفات الشائكة للنقاش، وسلط الضوء على التحديات الكبرى وأهمها مفاهيم الخدمة واحتياطات السلامة ومعدات الورش لإصلاح المركبات الكهربائية أو الهجينة والتطبيقات الذكية والنقل الإلكتروني وتقنيات القيادة البديلة والاستدامة في ظل أزمة الطاقة في العالم. يشهد معرض أوتو ميكانيكا حضورا منقطع النظير من عشاق السيارات الكلاسيكية والحديثة. تلفزيون مملكة البحرين، ساريا مرزوق، فرانكفورت.